خبر من اليمن التي تزخر بعشرات الجزر على ساحل بحر العرب والبحر الأحمر، غير أن ضعف السلطة المركزية جعل السيطرة على هذه الجزر أمرا بالغ الصعوبة. يستغل مهربو الأسلحة بعض هذه الجزر لإنشاء مصانع لتجميع وعبور السلاح. مراسلنا أحمد الشلفي رافق إحدى الحملات الأمنية لقوات خفر السواحل اليمنية في تلك المنطقة، نتابع. على سواحل البحر الأحمر مع فرقة من قوات خفر السواحل اليمنية، طلبنا مرافقة هذه القوات للتعرف على الطريقة التي يتم بها القبض على مهربي السلاح بعد أن شهدت الجزر اليمنية في البحر الأحمر محاولات لتحويلها إلى ورش تجميع للأسلحة ومخازن للمهربين. يتركز تهريب السلاح في هذه المنطقة والمناطق المجاورة، وتشهد عملية تهريب لسلاح متنوع من مصادر مختلفة بحسب السلطات اليمنية، غير أن أكبر عملية تهريب لسلاح ثقيل تمت عبر احتجاز سفينة جيهان واحد التي ضبطت وهي محملة بالأسلحة والمتفجرات التي قالت السلطات اليمنية إن إيران تقف وراءها. لنا مهام طويلة لملاحقة المهربين والهجرة غير المشروعة التي تم تأتينا عبر معلومات أولية مسبقة من السقام مع دول التحالف. على مدار الساعة يعمل هذا الفريق وغيره في السواحل اليمنية لمراقبة أي إشارة تفيد بحدوث عملية تهريب لغرض القبض عليها وتسليمها للجهات الأمنية. رغم محاولة السلطات اليمنية السيطرة على سواحلها الممتدة، إلا أن عملية التهريب ما زالت مستمرة، بعضها عبر دول وبعضها عبر مهربين. السلطات اليمنية قدمت للمحاكمة مجموعة من المتهمين بتهريب السلاح الذين قبضت عليهم، وعلى رأسهم طاقم السفينة جيهان واحد الإيرانية التي قيل إنها كانت تحمل 40 طنا من الأسلحة والمتفجرات الخطيرة. وأكثرها في المخاو وذباب باب المندب ومنطقة الواحجة، هذه منطقة موبوءة في التهريب بشكل عام. ما أدري ما هو السبب أن هذا المكان ملائم للمهربين. ورغم الحديث عن تهريب للأسلحة التركية التي على إثرها جاء وفد تركي رسمي لغرض التنسيق مع السلطات اليمنية لمنع التهريب، فإن الرئيس اليمني وحكومته ما زالوا يشيرون إلى إيران كمصدر رئيسي لتهريب السلاح لأغراض عسكرية وسياسية بحتة. أحمد الشلفي، الجزيرة، من سواحل البحر الأحمر اليمنية.